ما من مسلم يعود مسلما غدوه تروح له في المستشفى مريض تمر عليه في البيت ما من مسلم يعود مسلما غدوه الا صلى عليه سبعون الف ملك سبعون الف اربع اصفار سبعون الف ملك سبعون الف ملك حتى يمسي يعني من الصباح إلى المساء إذا كان المساء يبدأ العصر يعني الساعة أربعة وإنت رحت له الساعة ثمانية الصباح من الساعة ثمانية للساعة أربعة ثمان ساعات الملائكة شغالة صلاة عليك وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة الخريف خرافة الجنة مجتنى الثمار الثمار إذا اجتنيت هذا خريف في الجنة عندك محصول محصول رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه هذه بعض الأعمال بعض الأعمال مو كل الأعمال بعض الاعمال التي تصلي الملائكه على اصحابها بعدين شوف ملك هذا يعني مجاب الدعوه ما عصى الله الذين يدعون لك ما هو عصاه ومقصرون الذين يدعون لك لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يمكن بعضكم يقول ممكن تعيد لنا هذه الأشياء التي ذكرتها حتى نثبتها ونجتهد فيها؟ خذ معي مرة ثانية. واحد انتظار صلاة الجماعة والجلوس بعد الصلاة في المسجد وأعظم منه انتظار الصلاة بعد الصلاة. اثنين الصف الأول ثلاثة طلب العلم أي وسيله عن طريق قناه موقع كتاب حلقه ذكر حلقه علم تروح للعالم اي وسيله اربعه تعليم الناس الخير خمسه السحور سته الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم سبعه عياده المريض هذه سبعه اعمال سبعة يا جماعة من يعدها لنا من يعدها لنا سبعة عيادة المريض ما أكثر المرضى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم السحور تعليم الناس الخير طلب العلم صف الأول انتظار الصلاة سبعة يا الله وفقنا لما يرضيك يا الله وفقنا لما تحب واجعل عملنا خالصا